بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة إملائية جديدة اسمها كتابة الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة يعني الهمزة اللي في آخر الكلمة. أهم حاجة في الإملاء عموما إن أنا أستمع إلى المعلم جيدا وهو بيمليني. لو سمعت الكلمة كويس كتبتها كويس. القاعدة اللي عندنا النهاردة الهمزة اللي في آخر الكلمة. أهم حاجة عندي إن أنا أستمع جيدا للحرف اللي قبلها، ماليش دعوة بالهمزة، الحرف السابق للهمزة. لو الحرف السابق للهمزة مفتوح أكتب الهمزة على ألف، زي كلمة بدأ، استمع للدال هتلاقيها مفتوحة فكتبنا الهمزة على ألف. قرأ، الراء مفتوحة كتبنا الهمزة على ألف. لو الحرف اللي قبل الهمزة مضموم هكتب الهمزة على واو. تباطؤ، الطاء مضمومة، تباطؤ، الطاء مضمومة كتبت الهمزة على واو. لؤلؤ، اللام مضمومة كتبت الهمزة على واو. لو الحرف اللي قبل الهمزة مكسور أكتب الهمزة على ياء، زي كلمة شاطئ، الطاء مكسورة كتبت الهمزة على ياء. لاجئ، الجيم مكسورة كتبت الهمزة على ياء. طب لو الحرف اللي قبل الهمزة ساكن أكتب الهمزة على السطر، مثال شيء، شيء الياء ساكنة أكتب الهمزة على السطر بالطريقة دي. دفء، الفاء ساكنة أكتب الهمزة على السطر. يبقى ده اسم قاعدة الهمزة المتطرفة، يعني الهمزة اللي في آخر الكلمة. أرجو أن تكون استفدت، والسلام عليكم ورحمة الله.